اليوم فتح على حسابك ان شاء الله. إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع هنادي زيدا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وإلى عناوين النشرة. ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية صارت تسيطر على القرار في الحكومة في لبنان. المجلس الوزاري الخليجي يؤكد تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، والجبير يقول إن الهبة العسكرية للبنان يمكن تحويلها للقوات السعودية. إن شاء الله خلال كم يوم يكون في فرج. الحريري يعرض ملف النفايات مع السلام قبيل ترأسه اللجنة الوزارية في السراي. في موضوع رئيس الجمهورية لا يمكن بقى نتجاهل تعطيله. البند الرئاسي يطغى على جلسة الحوار وسجال حاد بين باسيل وفرنجي. هل يتصاعد الدخان الأبيض من السراي الكبير؟ إذانا بانتهاء فصول أزمة النفايات التي حملت إلى اللبنانيين الأوبئة وأساءت أول ما أساءت إلى الطبقة السياسية التي تدير دفة الحكم في البلاد. وإذا كانت الأنظار مشدودة إلى نتائج اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات، فإن الاجتماعات التي تلاحقت في الساعات القليلة الماضية والتي كان آخرها اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والرئيس سعد الحريري في السراي الكبير قد أشار إلى إمكانية أن يتم التوصل إلى حل، لا سيما بعد تأكيد الحريري بأن القوى السياسية تعمل على إيجاد هذا الحل. واللافت اليوم أن ملف النفايات لم يحضر على طاولة الحوار في عين التيني ليتم البحث في الاستحقاق الرئاسي، وليتخلل الجلسة سجال بين الوزير جبران باسيل والنائب سليمان فرنجي على خلفية كلام باسيل عن الميثاقية وتمثيل المسيحيين. وبعيدا عن قضايا الداخل وعشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي قد يتخلله إعادة طرح مسألة تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، فإن تحركات دول مجلس التعاون الخليجي ضد أنشطة إيران وحزب الله في المنطقة ترجمت باجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض، والذين أعدوا ملفا شاملا بهذا الشأن لعرضه على الدول العربية والغربية. هذا فيما شهد السراي اجتماعا بين الرئيس سلام وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي. البداية من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والذي تخلله شرح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير لسلسلة الأحداث التي دفعت المملكة لوقف الهبة العسكرية للبنان وتحويلها إلى القوات السعودية. فصل جديد من تحركات مجلس التعاون الخليجي ضد أنشطة إيران وحزب الله في المنطقة ترجم بإعداد وزراء خارجية دول المجلس ملفا شاملا بهذا الشأن لعرضه على الدول العربية والغربية. البيان الختامي أكد على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في ختام اجتماع الرياض. وزراء خارجية دول مجلس التعاون اليوم قرروا بأنهم سينظروا في الإجراءات الذي بالإمكان الذي سنتخذها للتصدي لحزب الله ووضع حد لقدراتها بالاستفادة في التعامل مع أي من دول مجلس التعاون. وربما من الخطوات الأولية التي شاهدتها هي الإجراءات التي سيتخذوها وبدأوا يتخذوها معالي وزراء الإعلام والذي أعلنها أمس فيما يتعلق بالعمل لإيقاف بث البرامج التلفزيونية والإذاعية وتوزيع الجرائد أو الصحف التي لها علاقة وارتباط أو تابعة لحزب الله. الجبير شرح سلسلة الأحداث التي دفعت المملكة لوقف الهبة العسكرية للجيش وقوى الأمن في لبنان وتحويلها إلى القوات السعودية. كلنا نطالب بوحدة لبنان وعروبة لبنان والأمن والاستقرار في لبنان، سواء في هبة أو ما في هبة. ما أعتقد أن هذه لها علاقة بهذه. المزعج في الموضوع في لبنان أنه ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية
صارت تسيطر على القرار في الحكومة في لبنان، والذي جعل لبنان يصوت ضد الانتهاكات إيران لحرمة السفارة والسعودية في طهران والقنصلية في مشهد في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي. إطلاق سراح ميشيل سماحة من قبل محكمة عسكرية في لبنان ما هو مؤشر إيجابي فيما يتعلق باستقلال الجيش من نفوذ حزب الله. فتم اتخاذ القرار أنه إذا كان هذا هو الأمر فيصير هناك إيقاف في الهبة الممنوحة للجيش اللبناني وتحول للجيش السعودي، وإيقاف للهبة الممنوحة لقوات الأمن اللبنانية وتحال إلى قوات الأمن السعودية. البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي شدد على التعامل بحزم مع ظاهرة الإرهاب والحركات الإرهابية، مشيدا بتشكيل السعودية للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، كما رفض المجتمعون التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ودانوا الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، مجددين دعمهم للحل السياسي في سوريا ووحدة أراضي البلاد. العلاقات اللبنانية الخليجية شكلت محور لقاء الرئيس تمام سلام إذن مع سفراء مجلس التعاون الخليجي في السراي. من هناك تنضم إلينا الزميلة شهير إدريس. شهير يعطيك العافية، تفضلي. محمد، فعلا تزامنا مع انعقاد ومواقف أيضا مجلس دول التعاون الخليجي كان هناك لقاء بين الرئيس تمام سلام وسفراء دول التعاون الخليجي هنا في السراي الكبير، حيث كان هذا الاجتماع للاستماع إلى الرئيس سلام بدعوة منه. وهذا الاجتماع بحسب معلومات لتلفزيون المستقبل فإن الرئيس سلام أكد على موقف لبنان حول الإجماع العربي وأن هذا الإجماع لن يكون هناك خروج عنه من قبل أي من الأطراف أو القوى السياسية. وعرض للسفراء العرب العلاقات المميزة والطيبة وكذلك المراحل والوقفات التي وقفتها الدول العربية إلى جانب لبنان في محطات كثيرة وساعدت لبنان ودعمته فيها. وقد أكد الرئيس سلام أيضا على ضرورة يعني عودة هذه العلاقات الطيبة والمميزة بين الدول العربية ولبنان، ومحملا إياهم رسالة إلى المسؤولين الخليجيين ينقلونها طبعا عنه. وقال كذلك أن هناك يعني أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها، كما تحدث وأعرب عن تفهمه للغضب والعتب من قبل هذه الدول العربية، وكان إجماع من قبل السفراء العرب على تقدير شخص الرئيس سلام والدور الذي يلعبه من أجل عودة هذه العلاقات، مؤكدين طبعا أن الدول العربية ستحافظ على أمن واستقرار لبنان. يعني وكما قال الوزير الجبير أن هذه تختلف عن يعني موضوع الهبة، وهم أكدوا على هذا الأمر لدى خروجهم، مشيرين طبعا إلى أنهم سينقلون هذه الرسالة التي حملوها إلى مسؤولي بلادهم، وأنهم سيعاملون اللبنانيين بعد أن سألتهم عن موضوع يعني كيف تتم معاملة اللبنانيين في دول الخليج، قالوا أن الأشخاص طبعا الشرفاء والطيبين سيعاملون أفضل معاملة في دول الخليج. نستمع إلى ما قاله السفير الكويتي القناعي لدى خروجه، وهو طبعا عميد يعني السفراء في مجلس دول التعاون الخليجي، نستمع إليه. حملنا رسالة واضحة إلى دولنا سننقلها بكل أمانة وصدق إلى قادتنا، متمنين لهذه العلاقة دوام التقدم ودوام الازدهار ودوام الرقي، مؤكدين في ذات الوقت حرص دول الخليج قاطبة على أمن لبنان واستقرار لبنان ودولة لبنان ومؤسسات لبنان، ومؤكدين في ذات الوقت على استمرارنا لتعزيز هذه العلاقة. وأعتقد بأن كل مواطن شريف سواء كان لبنانياً أو خليجياً سيلقى المعاملة الطيبة من الجانبين، وهم أولاً وأخيراً أشقاء.
وكان أيضا للرئيس سلام لقاء مهم اليوم مع الرئيس سعد الحريري الذي قدم له دعمه وتحدثا بخصوص أزمة النفايات، إذ أكد طبعا الرئيس سعد الحريري على أن هذا الموضوع هو مهم جدا ويجب أن تكون شوارع لبنان نظيفة بالكامل، وأنه سيعمل يعني كافة جهوده منذ وصوله إلى لبنان هو يعمل على هذا الأمر، وأن اتصالاته مع كل الأفرقاء مستمرة من أجل حلحلة هذا الموضوع، مؤكدا أن اللجنة الوزارية هي من يعني ستؤكد على هذا الموضوع وتعلن موقفها بخصوص هذا الشأن. وطبعا يعني كان هناك دعم كبير من الرئيس الحريري للرئيس سلام خلال الاجتماع لحثه، طبعا قد سمع يعني قيل الكثير حول استقالة الحكومة، استقالة الرئيس سلام أو اعتكافه وعدم دعوة مجلس الوزراء إذا لم تحل هذه الأزمة، طبعا يعني أكد له دعمه أيضا ودعم كافة القوى السياسية من أجل عدم يعني استقالته أو استقالة الحكومة وعدم عملها. وبالعودة أيضا إلى موضوع النفايات، قد تم الحديث أنه لم يتم خلال الحوار الحديث عن النفايات، لكن علمنا أن الرئيس سلام تحدث مع بداية جلسة الحوار عن هذا الموضوع وطلب دعم كافة القوى السياسية له في هذا الأمر، إلا أن الرئيس بري قال أنه يجب العودة إلى جدول الأعمال والحديث فقط في المواضيع المطروحة على الجدول. إذا نستمع أيضا إلى يعني ما قاله الرئيس الحريري لدى خروجه من يعني اللقاء مع الرئيس تمام سلام. ما في شك أنه كل القوى السياسية عم تشتغل لحل هذا الموضوع، وليد باك كان له دور كتير كبير بهذا الموضوع ومنحييه على شجاعته، وأيضا كل القوى السياسية الأخرى. نحن يعني من أول مجيئي وعم بشتغل على هذا الموضوع أيضا مع الأفرقاء السياسية، وإن شاء الله يعني اليوم اللجنة الوزارية تقدر توصل لحل، وإذا وصلت بكون إن شاء الله حل هذا الموضوع، لأنه فعلا اللبنانيين بيستحقوا أنه يكون شوارعهم فاضية من النفايات. إن شاء الله نحن عم نشتغل مع الجميع، ويجب هذا الموضوع أنه ينحل بأسرع وقت ممكن، وبرأيي إن شاء الله خلال الكم يوم يكون في فرج. بخصوص أزمة النفايات أيضا، لا تزال اللجنة الوزارية المكلفة حل أزمة النفايات برئاسة الرئيس سلام تجتمع منذ الساعة 6:30 هنا في السراي الكبير، لكن يبدو أن الأجواء إيجابية بحسب ما صرح به بعض الوزراء لدى دخولهم، إذ أكد الوزير نهاد المشنوق أنه يعتقد أن هناك حلول هذه الليلة لهذه المشكلة، فيما أشار الوزير أكرم شهيب إلى أنه يعني هناك حل بأن يكون هناك طمر للنفايات وأن تتحمل كل منطقة نفاياتها، ومن لا يريد الدخول في هذا المشروع فلتبقى يعني نفاياته لديه. إذ طرح أيضا الوزير حسين الحش حسن موضوع أن هناك مطمرين تمت الموافقة عليهما من قبل جميع القوى السياسية، بقي مطمر واحد لم يتم يعني الاتفاق عليه، بحسب ما علمنا أن المطمرين هما مطمر برج حمود الذي أكد الوزير نظريا أنه لم يقدم لهم أي عرض لكنهم سيتعاونون، فيما أشار يعني أيضا إلى أن مطمر الناعمي يبدو أنه سيفتح لمدة 10 أيام، بعدما شكر الرئيس سعد الحريري يعني النائب وليد جملاط على تعاونه في هذا الأمر. يبقى فقط موضوع الكوستا برافا، يبدو أن الأمور تتمحور حوله، وكما نعلم أنه مفتوح الآن للنفايات من الضاحية الجنوبية، لكن يعني كلام الوزير إرسلان لن يكون يعني هو الحل، لكن سيكون طبعا هناك حل الليلة، يبدو هذا الموضوع، ونأمل أن تخرج اللجنة الوزارية بحلول لهذه المشكلة الكبيرة التي يعاني منها اللبنانيين. إذن سنبقى معكم في أي جديد حول يعني ما سينتج عن اللجنة الوزارية هذه الليلة. عودة إليك محمد. شكرا لك شهير. طغى البند الرئاسي على جلسة الحوار التي شهدت سجالا حادا بين وزير الخارجية جبران باسيل والنائب سليمان فرنجي. التقرير لربيع شنطف. غاب ملف النفايات عن طاولة الحوار الوطني التي انعقدت في عين التيني، وعاد الملف الرئاسي ليطرح بعد أن جمد خلال الجلسات السابقة للمزيد من الاتصالات.
ضرورة أن ينتخب الشخص الممثل للمسيحيين رئيسا معزوفة، كررها وزير الخارجية جبران باسيل غامزا من قناة نائب سليمان فرنجي الذي رد بشكل قوي ولافت قائلا: لا يمكن لأحد اختصار التمثيل المسيحي بشخصه، كما لا يمكن لأحد أن يلغينا، والأخطاء التي ارتكبت بعد الطائف هي ردة فعل على ممارسة ميشيل عون ما قبل الطائف. في موضوع رئيس الجمهورية لا يمكن بقى نتجاهل تعطيله، في موضوع مشاكل الحياة ولا سيما موضوع النفايات كمان ما فينا نتجاهله. في حل المطامر في جلسة بتأمل في لجنة عم تشتغل جدية ونتأمل توصل بسرعة لحل، وإلا في عنا مشكلة رح نواجهها ويمكن هي تكون تهدد وجود واستمرار الحكومة. دولة الرئيس نبيه بري كان حاسما في التأكيد على أنه في موضوع انتخاب الرئيس لن يكون هناك تجاوز للدستور الذي ينص على ضرورة توفر نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة في مطلق الأحوال. أنجزنا البند الذي يتصل بتفعيل الحكومة وبقي تفعيل المجلس النيابي. هذا الموضوع أخذ نقاش حقيقة لم نصل فيه إلى نتيجة، لكن نريد أن نكون واضحين فيما يتعلق بهذا البند. المجلس النيابي فيما يتعلق بالهيئة العامة يجب أن يعود للعمل. سجال آخر حاول باسيل افتعاله حين فتح موضوع تمثيله لبنان في مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، فتلقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المسألة رافضا الخوض بالأمر على طاولة الحوار، إذ وفقا للرئيس سلام فإن هذا الملف يطرح معه وعلى طاولة مجلس الوزراء. في 30 من آذار جلسة جديدة لطاولة الحوار، وبحسب المعطيات فإن الأولوية ستكون لبحث اقتراح قانون للانتخابات النيابية، إلا إذا استجدت مسائل خلافية أخرى. من عين التيني، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. سلسلة لقاءات في بيت الوسط دعا خلالها الرئيس الحريري إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وحل أزمة النفايات، هذا فيما أكد أمام وفد موسع من صيدا أنه سيزور المدينة في أقرب وقت ممكن للاطلاع على أوضاعها عن كثب. جدد الرئيس سعد الحريري الدعوة لملء الفراغ الرئاسي الذي يعتبر السبب المباشر لكل المشاكل. موقف الحريري جاء خلال لقائه في بيت الوسط وفدا موسعا من مدينة صيدا بحضور النائب بهية الحريري مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان، الأب جهاد فرانسيس ممثلا مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك الياس حداد، الأب جوزيف خوري ممثلا مطران الأرثوذكس الياس الكفوري، رئيس البلدية محمد سعودي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة. صيدا عزيزة لرفيق الحريري الله يرحمه، وانتم بتعرفوا شو قدم لصيدا رفيق الحريري وعزمة عنده هي بهية الحريري قدمها لإلكم. وهي من 92 وما قبل 92، يعني ما هيدي بالا تشتغل ليل نهار. اليوم عندنا تحدي كبير بالبلد هو الفراغ اللي منشوفه برئاسة الجمهورية. أنا بالنسبة لإلي الفراغ هو كارثة بالنسبة للبنان، وكل المشاكل اللي بنشوفها اليوم، كل المشاكل إن كانت سياسية ولا إن كانت اجتماعية ولا إن كانت اقتصادية ولا إن كانت أمنية ولا إن كان لها علاقة بالنفايات، كلها بسبب إنه رأس الهرم مش موجود بالبلد. أنا بالنسبة لي انتخاب رئيس جمهورية هو الأساس، ومش صحيح أنه عدم الذهاب إلى البرلمان حق دستوري عند حدا. الحريري أمل التوصل إلى حل لأزمة النفايات. نحن عم نشتغل كمان أيضا مع رئيس الحكومة تمام سلام جديا على موضوع النفايات. إن شاء الله اليوم في لجنة وزارية يكون في إلى حل. كل القيادات السياسية كمان أيضا متفقة أنه لازم يصير في حل بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله هذا يصير خلال اليوم ولا بكرة. وأشاد الرئيس الحريري برئيس بلدية صيدا والجهود التي يبذلها لإنجاز العديد من المشاريع الإنمائية التي تعود بالمنفعة على جميع أهالي المدينة، ووعد الحريري أهالي صيدا بزيارة للمدينة في أقرب وقت ممكن من أجل الاطلاع عن كثب على أوضاعها ومشاكلها. النائب الحريري شكرت الحاضرين وصفة أهالي صيدا بأنهم أهل نخوة، وشكرت الرئيس الحريري على هذا اللقاء الجامع الذي أدخل الطمأنينة إلى قلوب الحاضرين.
الرئيس الحريري كان قد التقى رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي كريستيان بيرجر بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وتركز البحث حول المستجدات السياسية وأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان. الرئيس الحريري التقى أيضا النائب بهية الحريري بحضور قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادي، ثم استقبل النائبين محمد قباني وباسم شاب وجرى عرض لأوضاع العاصمة بيروت. الرئيس الحريري التقى وفدا من حزب الهنشاج برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية كيراكوس توتنجيان بحضور النائب سيبوكا الباكيان ونائب الرئيس مارديك جامكوجيان. كالباكيان أوضح أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الانتخابات الرئاسية وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى أهمية إيجاد حل لأزمة النفايات. بحث وزير الخارجية جبران باسيل مع السفير الفرنسي إيمانويل بون الأوضاع العامة واتهام دول الخليج لحزب الله بالإرهاب وعلاقة لبنان مع هذه الدول، فضلا عن تسليح الجيش اللبناني بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي. وأشار بيان الخارجية إلى أن السفير الفرنسي أكد تمسك بلاده بمساعدة لبنان في هذا الإطار وسعيها للحفاظ على الهدوء والاستقرار فيه منعا لأي توتر. بعد الفاصل تتابعون. دمستورا يعلن أن الجولة الحالية من جنيف 3 ستركز على المرحلة الانتقالية. وإيران تختبر صواريخ باليستية للمرة الثانية في غضون يومين، وواشنطن تهدد بالتحرك. المسائية مستمرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. المجلس الوزاري الخليجي يؤكد تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، والجبير يقول إن الهبة العسكرية للبنان يمكن تحويلها للقوات السعودية. والحريري يعرض ملف النفايات مع السلامة قبيل ترأسه اللجنة الوزارية في السرى. البند الرئاسي يطغى على جلسة الحوار وسجال حاد بين باسيل وفرنجي. وصلت كتائب الأسد وحلفاؤها انتهاك الهدنة المؤقتة التي دخلت يومها 12. تزامنا أطلق الموفد الأممي الخاص ستيفان دمستورا رسميا جولة جديدة من مفاوضات جنيف 3 على أن يتم التركيز فيها على المرحلة الانتقالية، وهو ما وافقت عليه المعارضة وقالت بأنه أمر إيجابي. أنهكت الحرب في سوريا البلاد بشريا واقتصاديا، وخسائرها ستثقل كاهل الأجيال المقبلة أيضا. فالكلفة الاقتصادية للحرب ستقدر بنحو 700 مليار دولار أمريكي إذا انتهت هذا العام. وسط هذه التقارير، ما زال الطيران الروسي ينفذ غارات جوية على قرى في ريف حلب الجنوبي، تلاه قصف مدفعي من قبل قوات الأسد، بينما جرت اشتباكات عنيفة في أطراف الشيخ مقصود بمدينة حلب بين الثوار وداعش، وذلك بعد قيام الأخير باستهداف طريق الكاستيلو برصاص القناصات. أما في حمص فكثفت الطائرات الروسية من غاراتها الجوية على أحياء مدينة تدمر بالريف الشرقي، أدت لسقوط عدد من القتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وعلى خط موازن، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دمستورا أن مباحثات السلام السورية ستستمر أسبوعين، مشددا على أن المباحثات التي ستنطلق الاثنين المقبل ستتطرق لقضايا الانتقال السياسي، بما في ذلك وضع دستور جديد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وليس وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات. وسبق هذه التصريحات موقف فرنسي عبر عنه وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولات بأن عاصمة بلاده باريس ستحتضن يوم الأحد المقبل اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة الدعم الدولي لسوريا. وسط هذه المواقف، أعلنت المعارضة السورية موافقتها المبدئية على المفاوضات المقبلة، ورأت أن جدول محادثات السلام المقترح إيجابي لأنه يركز على الانتقال السياسي فقط. للمرة الثانية في غضون يومين اختبرت إيران صاروخين باليستيين، فيما هددت واشنطن من أنها ستتحرك إذا تأكدت من هذه التجارب. وقد دعا القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري من أسماهم بأعداء الثورة الإسلامية إلى أن يخشوا من هدير الصواريخ الإيرانية، فيما قال نائب حسين سلامي إن حزب الله يمتلك أكثر من 100,000 صاروخ وإيران تمتلك عشرات أضعاف ذلك.
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قاعدة الملك خالد العسكرية في مدينة حفر الباطن، حيث دشن قاعدة الملك سعود الجوية في القطاع الشرقي. غدا يرعى العاهل السعودي الحفلة والتمرين الختامي لمناورات رعد الشمال التي تشارك فيها 20 دولة إلى جانب قوات درع الجزيرة. تجددت اليوم المواجهات في مدينة بن قردان، ومجموعة إرهابية اقتحمت مقر شركة خاصة خارج مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، تزامنا حذرت وزارة الدفاع التونسية من أنها ستستعمل القوة في المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية ضد كل المخالفين، معلنة مقتل 43 إرهابيا واعتقال 7 من خلال الساعة 48 الأخيرة. بعد الفاصل تتابعون. طرق لبنان مسرح لحوادث السير القاتلة. وعاصفة غير مسبوقة تجتاح أبوظبي مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية. أهلا بكم من جديد. آية العرابي وطفلها أحمد كولكو سقطا في حادث سير مروع في منطقة بئر حسن، وأسئلة عما يحمل مواطنين من حوادث مماثلة يتساقط فيها الضحايا يوميا. التقرير لرشا الحلبي. مشهد تشيع قتل حوادث السير في لبنان بات مألوفا، وآخر ضحاياه آية العرابي وطفلها أحمد كولكو ابن السنوات الثلاث. توفي الثلاثاء بعدما اجتاحت شاحنة على الطريق العام عند مستديرة الجندولين الدراجة النارية التي كانا يستقلانها مع الوالد عمر كولكو. واحد الله الحمد لله مالك. عمر الذي نجا من الحادث بردود بسيطة تحدث عن خسارته بحسرة وألم، شأنه شأن والد آية مصطفى عرابي. عم بلف كولكو واجا الكاميون نقازهم من ورا، طار الصبي اجا تحت الدولاب وامه انضربت بالدفاع وابوه طال هو الموسي، هيدا ابوه للصبي. وهو انضرب كمان. وهيدا معور كمان، هيدا صغري ابوه هذا الجوزة. هيدا الجوزة. الحمد لله كل شيء، عصفور طلع على الجنة وعصفورة معه. توقف الشوفير، نحن رافعين دعوة على الشوفير وعلى صاحب الكاميون، صاحب الكاميون ما توقف. شوفيرية الكاميونات الكبار يعني عم بسوق سواقة ما طبيعية. سواقة ما طبيعية، يعني الطفل ينمعس بالدولاب يروح شقف. وامه تنعطب وترجع تموت تحت العمليه. قال لي مش اوتوستراد، كان شارع عادي، شارع صغير بدي افهم بس ما بعرف، مش واعي، انا ماني مذكر مزبوط شو صار معي. ما انتبه كيف ماشي، ما بعرف وراي ركب علي، مش شايف شيء، ما مذكر شيء بقى. هذا نوع من حوادث السير ليس الاول ولن يكون الاخيره، والاسباب عديده. الرقابة المفروضة من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق قانون السير الجديد والتزام المواطنين بأحكامه تبقى نسبية، ولعل الغرامات المفروضة غير كافية للحد من حوادث السير. بعد مرور ما يقارب 9 أشهر على بدء تطبيق قانون السير الجديد تراجعت نسبة حوادث السير وإن بشكل نسبي، ولكن لا حلول جذرية مع غياب خطة وطنية شاملة وغياب النقل المشترك وغياب الوعي الكافي لدى المواطنين حول خطورة التنقل بهذا الشكل على الطرقات. إذا ما صار في خطة وطنية شاملة بتشمل أنه يكون في تطبيق جدي لقانون السير، وهذا التطبيق بيتطلب أنه يكون في عديد وعتاد عند القوى الأمنية، وتكون القوى الأمنية متدربة لحتى تقدر تعالج المشكلة، ما تكون بس عم تطبق قانون لمجرد تطبيق قانون. هيك حوادث للأسف رح نشوفها عم تتكرر بلبنان، نظرا للأوضاع الموجودة بالبلد بشكل عام اللي عم تخلي انه اول شيء المواطنين يتنقلوا بهيدي الطريقة الخطرة. نشوف اطفال مدون 3 سنوات على الدراجات النارية، امبارح كان في طفل واحد، بغير محلات عم يكون في اكثر من طفل بالدراجة النارية. لازم ينعمل خطة نقل عام جدية لحتى الناس ما تستعمل وسائل الخطرة لتتنقل، بالعكس تكون عم تتنقل بطريقة آمنة على طرقاتنا. ويبقى جانب التوعية ضروريا ومكملا لقانون السير الجديد. أصدرت مجموعة كبيرة من الشيعة اللبنانيين المستقلين بيانا أعلنوا فيه البراءة من كل حس مذهبي يريد إلحاقهم بمشاريع أقليمية على حساب نظام المصالح الوطنية والعربية.
وأكد الشيعة المستقلون أن أي مساس أو تهديد لأي معارض أو مكون لبناني هو تهديد لوحدة لبنان. وأشاروا إلى أن استخدام بعض اللبنانيين الشيعة لاسم القدس وتعبيد طريقها بالدم لتقديس حربه في سوريا مرفوض ومدان. وحذر البيان من التمادي في استثمار هذا الحس المذهبي لاستجلاب اللهيب السوري والمنطق الدواعشي إلى داخل البيت اللبناني، خصوصا بعد اتضاح التفاهم الروسي الأمريكي على التقسيم الفيدرالي لسوريا ومكوناتها بتنسيق روسي إسرائيلي معلن. واعتبر البيان أن حزب الله سيتنبه متأخرا أن مصدر قوته كان دائما في احتضان العمق العربي لخيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وسيكتشف أن آلاف الصواريخ لن توفر له الطمأنينة التي كان عليها غدا تحرير لبنان في العام 2000. تم نقل النائب السابق حسن يعقوب من مستشفى نوفل إلى مستشفى آخر تحت حراسة أمنية مشددة بسبب وضعه الصحي الحرج. هذا فيما أطلقت القوى الأمنية سراح شقيقه حسين يعقوب مقابل كفالة مالية قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية، مع منعه من السفر أو الإدلاء بتصاريح إعلامية. إلى ذلك تعرض عدد من النساء والأطفال من عائلة يعقوب إلى الاعتداء بالضرب وإطلاق النار من قبل حرس السفارة الإيرانية بعدما توجهوا إليها ونصبوا خيما للاعتصام ومقابلة السفير الإيراني، فيما منع عناصر أمن السفارة وسائل الإعلام من الاقتراب والتصوير. جينا نلقي الحجة عند السفارة الإيرانية كون أن هي بتشكل رمزية لكل الشيعة بالعالم. قبل ما نزلنا من السيارات بيتقوص على هيدي البنت الصغيرة، هلأ هي بتخبركم، ومننضرب. ليه؟ كنت أنا طالعة من السيارة عم قوص، كنا رح يقوصوني. نحن نسوين، كنا نسوين بلا رجال 30 مرة جايين عم يضربونا. ليه؟ لأنه نحن أمن السفارة، لأنه نحن جايين نلقي الحجة عليهم، جايين ناخد منهم أمل، جايين خايفين. هلا الاعتصام رح يكمل؟ نحن مكملين اعتصامنا، كسروا كل الخيام فوق راسنا ومكملين اعتصامنا. الأوضاع الأمنية في البلاد كانت مدار بحث في السراي بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. بحث رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بلس مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ألفا توقع عقود تنفيذ شبكة 4.5 GLTE، وحايك يكشف للبنانيين أن الجيل الخامس سيدشن في لبنان في مهلة أقصاها عامين. تقرير باسل الخطيب. أقامت شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للاتصالات في فندق فور سيزن بيروت احتفالا رعاه وزير الاتصالات بطرس حرب، حيث تم توقيع عقود تنفيذ شبكة 4.5 GLTE مع شركتي إريكسون ونوكيا. حرب قال إن هناك عدة إنجازات حققتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع فريق العمل والشركات، أهمها أنه تم وضع استراتيجية جدية لمستقبل لبنان الرقمي ووضع تصور للبنان 2020. وأشار إلى أن التغطية ستشمل كل مكان في لبنان، وهنأ حرب شركات ألفا وإريكسون ونوكيا. لبنان اللي في الجيل الرابع 4G تبع الخليوي وال 4G بلس في كل لبنان، ولا محل بلبنان بده يضل معتم أو ما بيطالوا هي الخدمة، واللي هو كمان وهيدي إذا الله راد حسب التوجه صار، وهلأ بالاجتماع اللي تركته مع إريكسون والاجتماع اللي عقدته مع نوكيا ببرشلونة صار الالتزام عندهم إنه. أما رئيس مجلس إدارة شركة ألفا مروان حايك فوصف المشروع بالإنجاز لألفا والوزارة والشركات، مشيرا إلى أنه سيتم توريد وتركيب 1300 محطة لتغطية كل لبنان بتكنولوجيا 4.5G. هالمشروع رح يسمح لنا نطلع من حوالي 40 ترابايت of data traffic اليوم على شبكتنا يوميا، عم نشوف 40 ترابايت لحدود 200 ترابايت بحلول العام 2020، يعني تقريبا 5 ل6 مرات زيادة بالترافيك حسب توقعاتنا نحن وحسب زيادة بعدد المشتركين بموضوع الداتا. هالسرعة هيدي مثل ما قلت 300 ميجا بت بير سكند رح تسمح انه ندخل تطبيقات جديدة من HD Voice ل HD Streaming Video Streaming، رح نفوت بمجالات جديدة مثل M Health Education. انا اليوم بشرفني انه اعلن انه احنا اليوم بالاضافة لتوقيع عقود ال 4.5G مع إريكسون ونوكيا كمان رح نشهد توقيع مذكرة التفاهم مع الشركتين لحتى نتعاون نحن ألفا وإريكسون ونوكيا بكل المجالات التقنية ونتبادل الخبرات والمعلومات المطلوبة لحتى نمهد الطريق لإدخال 5G بلبنان. مع
موعد الانتهاء من المشروع هو أيلول 2016، كما أن اللبنانيين على موعد مع تكنولوجيا 5G في مهلة أقصاها سنتين، أي بداية العام 2018. ساعة الأرض تقام في لبنان للسنة الثانية على التوالي. استضافت غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمرا صحفيا أقامته جمعية جيل بيئية، وذلك بحضور الجمعيات والمؤسسات المشاركة للإعلان عن فعاليات حفل ساعة الأرض الذي سيقام في لبنان للسنة الثانية. من فنانين ومن شباب وصبايا قرروا يسهروا سهرة 19 أذار كثير صديقة للبيئة. لبناني مدعو يوم 19 أذار ساعة 8:30 بالليل يطفي الكهرباء للساعة، من 8:30 لتسعة ونص. الكهرباء المش ضرورية، يعني كل شيء زيادة كهرباء فينا نضفيه، وإذا التزموا كل اللبنانيين منوفر على لبنان 1300 طن من CO2 بس من هاي الساعة. ندائي إلى المجتمع المدني أن يفعل عمله فيما يخص الموضوع البيئي والحفاظ على الثورات الطبيعية، لا سيما الغطاء الأخضر، من خلال إعادة تحريج لبنان. أحب أعلن أنه تجربة الشرطي البيئي اللي ولدت من رحم مؤسسة الصفدي واللي نفذت لغاية اليوم أكثر من 10 مشاريع بالتعاون مع شركاء محليين وخارجيين، رح تشكل خلال الفترة المقبلة مشروع رح يعمم على كافة المناطق اللبنانية بهدف التوعية أولاً. يذكر أن الصندوق العالمي للطبيعة WWF أطلق ساعة الأرض التي تعتبر من أكبر الفعاليات الرمزية حول العالم، والتي تحث الملايين من حول العالم في 162 بلد على إطفاء الأنوار. حازت البروفيسورة فادية غصين على جائزة امرأة العام 2016 الحكومية عن إحدى أكبر الولايات الأسترالية. فازت البروفيسورة فادية غصين بجائزة امرأة العام 2016 الحكومية عن ولاية نيو ساوث ويلز أكبر الولايات الأسترالية. وتسلمت غصين الجائزة خلال احتفال حشد في برلمان الولاية في سيدني، شارك فيه الحاكم ديفيد هارلي ورئيس الحكومة مايك بيرد ووزيرة المرأة برو جورد. وفور إعلان النتائج اعتبرت غصين أن فوزها هو فوز للجالية اللبنانية والعربية ولكل امرأة لبنانية وعربية وأسترالية، خصوصا في مناسبة يوم المرأة العالمي. البروفيسورة المتألقة هي لبنانية الأصل، متزوجة من رجل الأعمال جورج غصين، وساهمت في تعزيز العلاقات بين الشعبين اللبناني والأسترالي كونها ناشطة وسط الجالية اللبنانية. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع تحذير صندوق النقد الدولي من أنه الاقتصاد العالمي عم بيواجه زيادة خطر التدهور الاقتصادي، ودعا نائب المدير ديفيد ليبتون لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الطلب العالمي بخطاب له للرابطة الوطنية لاقتصاد الأعمال بواشنطن نهار الثلاثاء. إذن بالقراءة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي بيظهر مرة جديدة أساس ضعيف. بحب شيري لأنه هالتعليقات أتت بعد البيانات الصينية الضعيفة اللي انخفضت بنسبة 0.25% تقريبا مقارنة مع السنة الماضية. ومننتقل لأرباح إنديتكس السنوية، شركة المالكة لمتاجر زارا وبرشكا وغيرها، اللي ارتفعت بنحو 500 مليون يورو. سجلت أكبر شركة تجزئة للملابس بالعالم أرباح قبل خصم الضرائب بقيمة 3.74 مليار يورو لسنة 2015. بحب ذكر أنه افتتحت إنديتكس 330 متجر السنة الماضية ليصير العدد الإجمالي أكثر من 7000 موجودين ب 88 سوق. ذكرت الشركة الإسبانية أنها رح تواصل التوسع إضافة للتركيز على استراتيجية المبيعات عبر الإنترنت عالمياً. النتائج الجيدة اللي أحرزتها إنديتكس بتماشى مع توقعات المحللين، وهي تعززت بسبب ضعف اليورو. ومننهي مع أرامكو السعودية اللي عم بتخطط لتزيد إنتاج الغاز ل 23 مليار قدم مكعب يوميا بالسنوات العشر المقبلة. ونقلا عن الرئيس التنفيذي أمين الناصر، فبيقول أنه عم يجري العمل حاليا على تنفيذ خطة لتنفيذ هالأمر خلال عشر سنوات من دون إعطاء أي تفاصيل. أيضا عم يسعى عملاق النفط الحكومي لرفع الطاقة التكريرية ل 8 أو 10 مليون برميل يوميا من حوالي 5.4 مليون برميل حاليا. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة. تشهد الإمارات العربية المتحدة موجة أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق المدارس وتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أبوظبي لبعض الوقت.
عاصفة غير مألوفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية محملة بالأتربة اجتاحت الإمارات العربية المتحدة التي لم تشهد أحوالا جوية مماثلة منذ 15 عاما. مشاهد مروعة ودراماتيكية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فأظهرت ما خلفته العاصفة الهوجاء التي تستمر يومين وأصابت مختلف القطاعات بالشلل خصوصا في أبو ظبي، فبدت الطرقات مقطوعة والسيارات مغمورة بالمياه. سلطات أبو ظبي رفعت درجة الطوارئ وحال الاستنفار في مختلف أنحاء الإمارة ووجهت الفرق المعنية للمساعدة في سحب كميات الأمطار التي دخلت إلى المنازل والمكاتب. أما المدارس فأغلقت أبوابها يومي الأربعاء والخميس حرصا على سلامة الطلاب، فيما تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أبو ظبي مؤقتا بعدما أدت الرياح إلى تطاير بعض المروحيات وتحطمها. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. صار على أجدد تليفون من ألفا، قسط على 12 شهر ب0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال4G داتا بندل أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. كتل هوائية دافية محملة بالغبار عم بتسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبترجع بتنحسر ابتداء من يوم الخميس. التفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. هلأ بننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 16 درجة، الرباط 15، الجزائر 11 درجة، القاهرة 28، بغداد كمان 28 درجة، دمشق 22، القدس 19، ومنختم مع الكويت والدوحة 27 درجة، أما الرياض عم بتسجل 30 درجة. هلأ بننتقل على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين 13 و24 درجة، بالنسبة للجبل 17، أما بالداخل توصل أقصاها لل 21 درجة. هلا منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 21 درجة، طرابلس 23، الأرز 12، الكورة 22 درجة، الهرمل 23، القاع 22، بعلبك 19، الرياق 18 درجة، جبيل 21، ميروبا 14، جونية وبعبدا 24 درجة، بيروت كمان عم بتسجل 24 درجة. منكفي بالمناطق اللبنانية: عزحلة 21، شطورة 22، عنجر 23 درجة، مشغرة 22، جزين 22، رشية ومرجعيون 21 درجة، بنت جبيل 22، ومنختم مع صيدا صور وقانا 23 درجة. بكرة الخميس طقسنا غائم جزئيا، عنا ارتفاع بنسبة الرطوبة وبتسجل طبقات من الضباب. بالنسبة للحرارة عم تنخفض لتوصل أقصاها لل 24 درجة، أدناها 16. بالنسبة للجمعة كمان 24 درجة، أما نهار السبت ترجع بتنخفض لل 22 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 9 درجات و 12 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. ونصل إلى DNA مباشرة بعد النشرة، حيث يتناول الزميل نديم قطيش طبيعة التدخل الإيراني في اليمن. قبل ذلك تذكير بأبرز عناوين المسائي. ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية صارت تسيطر على القرار في الحكومة في لبنان. المجلس الوزاري الخليجي يؤكد تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، والجبير يقول إن الهبة العسكرية للبنان يمكن تحويلها للقوات السعودية. إن شاء الله خلال الكم يوم يكون في فرج. ورئيس الحريري يعرض ملف النفايات مع الرئيس سلام قبيل ترأسه اللجنة الوزارية في السراي. في موضوع رئيس الجمهورية لا يمكن بقى نتجاهل تعطيله. البند الرئاسي يطغى على جلسة الحوار وسجال حاد بين باسيل وفرنجين. وفي الختام شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. واليوم فتح على حسابه.